أهلا بكم معنا في برنامج مسابقات وجوائز. جوائزنا كثيرة ومتنوعة، وقد تكون من حظك أنت عزيزي المستمع، فابق معنا وشاركنا ونحن بانتظار هواتفكم على الرقمين 223-8701 223-8702. أما سؤالنا في مسابقة اليوم فهو: ما هو الاسم الحقيقي للشاعر أبي تمام؟ إذا عرفت الإجابة عزيزي المستمع فلا تتردد في الاتصال بنا على الرقمين 223-8701 223-8702. ما هو الاسم الحقيقي للشاعر أبي تمام؟ أبو تمام. ايه ماما، ما بتجوا بتتعشوا عنا اليوم؟ طيب لا تتأخروا، عم نستناكم. باي باي ماما. شوف شي نعيمة، شو اسمه لأبو تمام؟ أبو تمام؟ مين أبو تمام؟ لك هذا اللي كان بزماناته شاعر. ايه ايه عرفته. شو اسمه؟ أنا اللي بعرفه إنه اسمه أبو تمام، ما بعرف له غير هالاسم. بتعرفوا شو اسمه أبو تمام؟ أبو تمام؟ لك إيه الشاعر أبو تمام؟ أنا ما بعرف، بس هذا من اختصاص جوز خالتي برهوم. جبتوها. إيه بس برهوم جيرانه غلظة وما بيندهوله. نعيمة؟ شو عم تحكي مع حالك؟ أنت بتعرف اسم الشاعر أبو تمام؟ أبو تمام؟ أبو تمام؟ والله ما بعرف، بس تعرفي شو؟ أحسن شي برهوم، أكيد رح يفيدك. ايه برهوم هلا بيكون بشغله. ايه احكي معه على شغله. شو رقم تليفونه؟ لحظة هلا بجيب لك اياه من الدفتر. نعيمة حاطة شي على النار، في ريحة شي عم يحترق. يبعت لي حمى، هي لحمة الأكل. ولك كيف نسيت النار تحت الطنجرة؟ ولك شغل بالي وحالي أبو تمام. بتعرفي قديش حقها على الطنجرة؟ قد ما كان حقها بعوضك ياها، صعب تتعوض. هاي الطنجرة مع طقم الطناجر اللي جبته معي من فرنسا بآخر روحة. نعوم قال بيقول لك برهوم جوز خالتي إنه اسم أبو تمام هو حبيب ابن أوس الطائي. تحبي تعرفي شي تاني عنه؟ شو نعيمة بدك تضلي زعلانة؟ ماني زعلانة ولا شي. طيب ليش مو قاعدة معنا برا؟ لأني حابة أقعد لحالي وبحالي. هلا كل هالشي مشان طنجرة. ما هي الله يخليكي، ما بدي أرشو أحكي بهالسيرة. طيب مثل ما بدك. شو رأيك أشعل لك التلفزيون مشان تتسلي، ولا تسمعي راديو أحسن؟ لا أنا قطعت الإذاعة، بالتلفزيون بتسلى أكثر. ماشي. أعزائي المشاهدين، التقيت معكم مرة ثانية بحلقة جديدة من برنامجنا، واليوم رح أطرح عليكم سؤال هين كتير وكتير سهل، وبتمنى إنه الحظ يحاسب الجميع. سؤالنا اليوم هو: من هو مؤلف وكاتب البصريات؟ هل هو الزمخشري أم الكندي أم الطبري؟ سؤالي تعزيزي المشاهدين، كيف يجب عزيزي المشاهد في حال ما أشتك الإجابة الصحيحة اتصل فينا على أحد الأرقام التالية. كما لمشاهدينا خارج بريطانيا الاتصال على الرقم 00566-919191، أما مشاهدينا في ألمانيا الاتصال على الرقم 00677. شو نعيمة؟ صحيح حرداني مني؟ مشاهدينا داخل بريطانيا فرقمنا هو 598-4321. سؤالي تعزيزي جوائز كبير جوائز، كيف يجب انتظارك عزيزي المشاهد؟ والله محرزين. قد تكون أنت عزيز المشاهد الرابح معنا في حلقة نهاية الليلة وبجائزة البرنامج الكبرى اللي تتبلغ قيمتها المالية 2000 دولار. أعزائي المشاهدين، أنا بانتظار تليفوناتكم. شو نعيمة؟ فضيتيلي؟ مين هو اللي كتب كتاب البصريات؟ الزمخشري ولا الكندي ولا الطبري؟ لا الكندي، الكندي مو الزمخشري. ايه ما اساسا هن سموا سينما الكندي باسمه لانه الف كتاب البصريات. مشان مين عم تسالي؟
نعيمة؟ خير إن شاء الله، مفكرة تقدم بكالوريا هالسنة؟ لك لا نجيب، ما بتتقدم بكالوريا، بس عم تشارك ببرنامج مسابقات وجوائز. إيه، وهلأ رح تدقلهم تليفون مشان تعطيهم الجواب الصحيح. شو نعيمة لسه ما علق الخط؟ لسه. شو صار معك شي؟ لسه. معناتها فوتي نامي أحسن لك، هلأ بيكون مثلك متايل. معقولة هلأ كل الناس فايقة مثلي وعم تدق لنفس البرنامج؟ التوقيت عنا بيفرق كتير عن غير بلاد، لذلك لا تستغربي إنه يكونوا ألوف مؤلفة عم يتصلوا بالبرنامج. وبركي جوابهم ما كان صح مثل جوابي؟ ليش أنت ضمناني إنه جوابك ما يطلع غلط؟ إيه مو معقول نجيب يعطيني جواب غلط؟ طيب، بونوي نعيمة؟ أهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج سهرة وجوائز. للمشاركة معنا في هذه المسابقة ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية. إذا كان جوابك هو نعم بالنسبة للجواب الأول فقل نعم بعد سماع الصافرة، أما إذا كان الجواب لا فاصمت. إذا كان جوابك هو نعم بالنسبة للجواب الثاني فقل نعم بعد سماع الصافرة، أما إذا كان لا فاصمت. نعم. كي تضمن حقك في المشاركة سجل اسمك بالكامل مع اسم بلد الاتصال ورقم الهاتف كي يتم الاتصال بك في حال فوزك. انتظر الصافرة ثم ابدأ بإعطاء المعلومات. اسمي نعيمة فتح، سوريا الشام، قصدي دمشق، ورقم تليفوني هو 3-1-3-3-1-3-1. شو حد الانكسار؟ ألو مين؟ لا عند مرة غلط. وري كيف هيك انكسرت؟ يي يا حويلتها، هي ماما بتحبها كتير. يبعت لي حمى، مدري كيف أخذتها بطريقة من غير ما انتبه، بس أنا بعوضك حقها قد ما كان يكون. مو مشان حقها، بس هي الزبدية جيتو لمالك هدية بأول روحة إله عالصين. نعوم؟ نعيمة؟ لحقي برنامج مسابقات الإذاعة. يا رب يا رب يكونوا من الام دي سي، يا رب تطلع بوشي. انت ادرى واعلم بحالي واحوالي يا رب العالمين. انا فوضتك بامري وبحالي، نولني مرادي وربحني يا رب العالمين. الو الو، نعم
لا سيد مالك مو موجود. عفوا. يبعت لي حمى على الفصل. يا على قلبي. ألو. ألو نعم. مين؟ الام دي سي؟ ايه اهلا وسهلين. انا نعيمة الفتحي بذات نفسها. وربحت عن جد؟ ألو ألو. نعم نعم انا معك حبيبتي. ربحت عن جد 2000 دولار؟ عن جد؟ لك إن شاء الله بتكفني عظامي، إن شاء الله بتقبري قلبي، لك إن شاء الله رب العالمين بينولك يلي ببالك ويلي بخاطرك. طولي بالك ماما. فداكي ماما. طيب وين المشكلة؟ المشكلة إنه الجاكيت احترق، يعني خسرته، مو بس خسرته إله، خسرت التيار كله، يعني كبين 17,000 ليرة هيك كب على الأرض، وكله مشان نعيمة خانم تربح الجائزة. ولا يهمك فاتن، خلص أنا بعوضك عنه بأحسن كتير كمان. بس مو ضروري تزعجيها لنعيمة هلأ أو تعاتبيها، خطي. يعني هلأ فرحانة بالجائزة ومو ضروري إنه نعكنن عليها. يلا فتون أمي هلأ راضية وطيبة خاطرها وباركيلها بالجائزة. يلا فتون لك مشان خاطري. أمي يلا فردي وشك. مساء الخير، التقيت معكم من جديد وبحلقة جديدة مميزة من برنامجنا. حلقتنا اليوم عبارة عن سؤال رح أطرحه عليكم، واللي هو: من هو مؤلف رواية زوربا اليوناني؟ هل هو جابرييل غارسيا ماركيز أم نيكوس كازانتزاكيس أم فيكتور هوغو؟ للاتصال فينا والإجابة عن هالسؤال عليكم الاتصال على أحد الأرقام التالية. زوربا اليوناني؟ إيه هيك أهله، رح أدق لعادل وأسأله. لا ما في داعي، هي أنا بعرفها، نيكوس كازانزاكي. وحاجة تدقي لفلان وعلتان لحتى تسألي. الشطارة انك تعرفي الجواب انت بمجهودك لحتى الجائزة يصير لها قيمة اكبر. شو نعيمة؟ لساتك عم تقري؟ ايه طبعا عم بقرا، لانه ما بحق جلدك غير ظفرك، وامك معها حق، انا لازم اكون قد حالي واعرف الاجوبه لحالي وببالي. هاي هاي. بتعرفي قديش طلعت فاتوره التليفون لهالدوره؟ قديش؟ 63,750. اوف، معقولة؟ ليكون في غلط. لا ما في غلط، شرفي. وهي فاتورة تفصيلية بالمخابرات الخارجية والدولية. اوف، تشيلي 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 تشيلي. ما في غلط، كلهم نفس الرقم. هي الام بي سي؟ معناتها نعيمة هي المسؤولة وهي اللي لازم تدفع الفاتورة. لا معقولة تدفعيها الفاتورة وهي وحدة من أهل البيت؟ لا لا، اوعيك تجيبي لها السيرة. ها كلمة بات ولا عشرة لت، أنا رح أدفع الفاتورة. أنا فاتورة؟ فاتورة التليفونات، أنا سمعت كل شيء. معناتها إذا سمعتي كل شيء لازم تكوني سمعتي سؤال مالك. قد ما كان، التليفونات تليفوناتي، وأنا لازم أتكفل بالفاتورة، ما الله يخليكي ها، لا تخليني أحس حالي إني عاملة سئلة عليكم. نعيمة، إذا أنا قبلت، مالك ما رح يقبل.
وانا ما بحب ارمي غلاصتي على حدا. على هالحاله حسابك رح يكبر كثير، ها، لانه بصير لازم تعوضيني عن كل شيء خسرتيني اياه من تحت راس تليفوناتك ومسابقاتك. انا مستعده. بس يا نعيمه، يا نعيمه، ما رح تكوني قد الحمل. انا قد ودود، ربحانه 2000 دولار بكفوني وبيوفوني بدون ما يخلوا على حيطاني لا غبره ولا دين ولا مني لحدا. يعني مصممه نتحاسب؟ مصممه كثير وعلى دور بارا. انت بتعملي جدولك وانا بعمل جدولي، بعدين بنساوي المقاصة بيناتهم. هي جدولي جاهز وانا جدولي جاهز. اول شيء منيجي على طنجرة التفاح اللي عطبتي لي اياها تبع الطقم اللي جبته معي من فرنسا. اذا قلنا بوقتها انا اشتريت الطقم التفال ب 168 فرنك، بيطلع حق الطنجرة 100 صيني اللي كسرتي لي اياها، بيجي حقها بوقتها اخذتها بين 22 او 23 الف. يا ستي خليها ب 22 الف. 22، هي 22 الف. وضيفي لي فوقه 17 الف حق الجاكيت اللي حرقتي لي اياه، وهي 17 الف. وهلا منجي على الفاتوره تبع التليفون اللي طلعت 63750 ليره سوري مشان مكالمات لندن لبرنامج مسابقات وجوائز. سجليهم 63750. قد ايش صاروا هلا؟ قد ايش صاروا؟ صاروا يا ستي 182.50 ليره. برافو عليكي. اقلي لي هلا قديش انت معك منهم؟ 100 ألف، يعني 2000 دولار. تمام، بهالحالة قديش بيبقى لي معك؟ 82,050. مشان هيك خلي لي مصاريكي بعبك وحاجة تطولي وتقصري وتقلي لي أنا بدفع. بس أنا اللي لازم أدفع لأني أنا اللي ربحت. لسه بتقلي أنا ربحت؟ أنت طلعتي مديونة يا نعيمة، مديونة والدين عم يشر منك شر. بس أنا بضل الربحانة. طبعا ربحانة كتير. بس هالمرة جائزة محرزة تمام. 5000 دولار تضرب قلتهم. آخ آخ، إيه مو عيني هالعين. يا ستي اللي ماله حظ لا يتعب ولا يشقى. بس ما يصعبوا الأسئلة، يحطوا 3 خيارات. جائزة 5000 ما فيها. بس هذا اسمه تعجيل. الشطارة إنك تعرفي الجواب لحالك. وهيك بتكون متعة المعرفة أكبر. يا رب احزر واربح. لما كبر درس الطب والكيمياء. تميز فيهم وتولى رئاسة أطباء البيمارستان ببغداد ومات بمسقط راسه، ويعتبر كتابه الحاوي هو أوسع دائرة معارف طبية في اللغة العربية. فمن هو؟ حد عارف منكم؟ بظن إنه ابن سينا. ابن سينا ألف كتاب القانون مو الحاوي. أنا بعرف في مسلسل بالتلفزيون اسمه الحاوي. عم يقولوا لك كتاب بالطب مو مسلسل بالتلفزيون. غريبة. السؤال صعب كتير. قلت لكم هذا تعجيز. ايه والله انا عجزت. وانا كمان. بس انا بعرف ما يجيب لكم الجواب. الو، اعطيني نعيمة طن. اهلين نارا. قولي لهم هو ابو بكر الرازي، ولد عام 864 ومات عام 925 ميلادية، يعني من 250 ل 313 هجرية.
وبيعتبروه من أكبر أطباء العرب، وكتابه الحاوي موسوعة طبية حقيقية اعتمد فيها على التجريب والاختبار الشخصي للمرض. استني استني نعيمة، ما رح أقدر أفهم عليكي. ألف أكثر من 200 كتاب، ومنهم الطب المنصوري وكتاب الجذري والحصبة، وله مصنفات بالرياضيات والفلك وعلم الحيل والفلسفة، واكتشف بالكيمياء زيت الزاج. زيت الزاج يعني حمض الكبريت والكحول يلي استخرجها من مواد نشوية وسكرية مخمرة. بتحبوا أعطيكم معلومات تانية عنه زيادة ولا بكفيكم هالقد؟ نعيمة يا نعيمة، نعيمة نعيمة نعيمة. شو وين نعيمة؟ ما بعرف، بيظهر برات البيت. شو برات البيت؟ بلا عادة تطلع بهيك وقت. بجوز اضطرت للطلعة. شو اضطرت؟ مثل هالوقت بتكون محضرت لي التوست والزبدة والمربى والعسل وكل شيء. معك حق، وأنا كمان ما جابت لي العصير. هي أول مرة بتعملها. إيه. طب مو تاركة شي ورقة؟ ما لاحظت شي. طب مبارح ما لمحت لك لشي؟ أبدا. طب أنت ما لاحظتي عليها شي؟ يعني أنا حاسة إنه إلى يومين مو على بعضها. مريضة؟ لك شبك تعبت؟ لا ما ارتعبت، بس يعني أنا بحياتي ما شفتها مريضة. ايه اطمن، ما فيها شي ومثل الحديد. شو بدي قلك؟ كأنه ما عاد عجبها شي. كيف يعني؟ يعني دائماً قرفانة وعم تحكي مع حالها. عم تحكي مع حالها؟ مو مثل ما فهمت، يعني دائماً بحسها هيك عم تنم علينا بينها وبين حالها، كأنه ما عدنا عاجبينا. شو هالحكي هاد؟ أو الظاهر لقيت ناس غيرنا وبيدفعوا لها أكتر. ناس غيرنا؟ فاتن، أنت قد هالكلام هاد؟ ليش شو حكيت؟ شو حكيتي؟ لا، معك حق ما تعرفي شو حكيتي، لأنك أساساً أنت ما بتعرفيها لنعيمة. يا فاتن، نعيمة ما بتتصرف هيك تصرفات لأنها أصيلة وبنت أصل. طيب طيب، لا تزعل، بسحب كلامي. سحبي كلامك؟ بعد إيش؟ بعد ما انكشفتي على حقيقتك. حقيقتي؟ نعم، أنت بصراحة ما بتحبيها لنعيمة. ومين قال هالكلام؟ من وين لوين بدك تحبيها؟ ليش أنت في إلك ذكريات معها؟ هي لفتك شي بالإنداء لما كنت صغيرة؟ طيب أنت استفرغتي عليها شي لما كانت عم تشربك بالبيبرونة؟ أنت بللتي لها شي ثيابها شي 100 مرة بساعة غفلة؟ بعدين غنت لك أساساً هي شي مالك مالك وبس بين الزنبق والخس؟ دخلتي إصبعتك شي مرة بعينها وهي عم تحكي لك حكاية مشان تنامي؟ قولي احكي. لا. طيب شلون كان بدك تحبيها؟ معك حق. شوفي فاتن، بغض النظر عن كل أرائك الثانية، هي اللي مو عاجبتك أنا وردتها عن أهلي، فهمتي؟ طيب رح جيب لك الزبدة والعسل. طيب. بونجور. بونجور ماما. بونجور بابي. بونجور مايا. تعالي شوف، أنت حكيتي شي مبارح مع نعيمة؟ كل يوم بحكي معها لأنه عايشين سوا. مايا هلأ مو وقت المزاح. سوري أنا آسفة. بابا تذكري منيح، امبارح قريت لك شيء بلفت النظر؟ ايه بلا. شو؟ قالت لي جرزة البقدونس دبلت وما عادت خرجت تبولة. شو اللي بلفت النظر بهالكلام؟ ما حدا طلب منها تعمل تبولة. مازن تعال شوي. نعم بابا. بابا امبارح نعيمة طلبت منك توصلها لشي محل؟ لا. طيب قالت لك شي قبل ما تنام؟ قبل ما تنام هي ولا قبل ما نام أنا بابا؟ نو 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 نو، قبل ما تنام أنت. ايه ايه طبعا قالت لي. شو قالت؟ تصبح على خير. لك لا يا ابني فهمني، يعني قصدي ما قالت لك شي خاص شوي؟ شي خاص؟ يعني شي شغلة هيك توقف عندها. بلا قالت لي، قالت لي لا تنسى ترجع الكلب على البيت مشان ما تنزل عليه المطر. ايه شو الغريب بهالقصة يعني؟ اف شلون شو الغريب بهالقصة؟ أولاً الدنيا صيف يعني ما في مطر. ايه ثانياً احنا ما عندنا كلب. شو هالحكي؟ ها
هلا نحن ما عندنا كلب؟ لا جيبوا كلب يا اخي، جيبوا كلب. أنا عادة باخذ العصير قبل الزبدة. ماشي الحال، ماشي الحال، فوضى صارت. مكثرة الزبدة كثير. نعيمة بتساوية أحسن منك بكثير. صحي وين نعيمة؟ لكن شو صرنا عم نحكي من الصبح؟ نعيمة اختفت. اختفت؟ اختفت؟ أهلين فاتن. شبكي ماما؟ قولي في شيء؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أمي. مالك رح يجن بس لأنه ما لقى نعيمة. والله ما بعرف أنا وينها. مالك رح يلبس ثيابه بده يطلع يعمل مذكرة بحث عن نعيمة. لك صدقيني ما خلى مستشفى ولا مخفر إلا واتصل فيهم. مو هون المشكلة يا أمي، مو هون. مالك محملني مسؤولية اختفاء نعيمة وعطاني مهلة 3 أيام، إذا ما رجعت فيهم بده يطلقني. شو؟ بده يطلقك؟ ولشو المهلة 3 أيام؟ هلا بتحملي حالك وبتجي لبيت أهلك بالتياب اللي عليكي، شو مفكر حاله اشتراكي وإمتى ما بده بيرميكي؟ هلا بتسكري السماعة وبتجي فورا. طيب مع السلامة. شو بكي رح تخربي لبنتها لبنتك بلحظة غضب؟ هي بنتي وأنا مسؤولة عنها. مسؤولة عنها؟ بتقوم تحرضيها على جوزها وتركيها بيتها؟ مو أحسن ما يقلعها هو منه؟ هلأ طولوا بالكم وفهموني شو الحكاية. قال شو؟ عطيها مهلة 3 أيام، إذا ما بترجع نعيمة خانه بيطلقها. زلمة طالع خلقه وحكاله كلمتين. إيه مالك ما بيقدر يستغني عن فاتن؟ إيه بيموت عليها؟ إيه هون الامتحان الحقيقي. هلأ بيّن على حقيقته مشان نعيمة خانوم مستعد يتخلى عن مرته وام ولاده. بنتي شو رأيك كريم؟ منيح اللي ذكرتوا تسألوني. صاركم من الصبح عم تقرروا مصير البنت بدون ما تعرفوا شو السبب اللي وصل للأمور لهون. يا عيني عليك يا كريم. هلأ أنت معي ولا معها؟ بس بالنهاية فاتن بنتنا وما بيهون علينا تنضام مهما كانت الأسباب. يا عيني عليك يا كريم. أنت معها ولا معي؟ مالك بيك الجوربار مريض. مريض؟ نفسياً. نفسياً؟ لا تستهينوا بمكانة نعيمة عنده. بالعكس، إذا فعلاً كانت نعيمة اختفت فلازم كلياتا ندور عليها لحتى نلاقيها، وإلا مالك بيك الجوربار بيروح فيها. نعيمة بالنسبة له كل شيء، كل عيلته، طفولته، شبابه، ماضيه وحاضره، ولازم تكون مستقبله، وإلا كلياتنا رح نخسره لأبو مازن. صح. باكن على ابوكم يا اولاد، لا تتركوه لحاله بهالمحنه. وانت ليش بدك تخليه لحاله؟ هي رغبه ابوك لازم احترمها. بس هو اعطاكي 3 أيام مثل بعضها. لا مو مثل بعضها، لانه بهالثلاث ايام ممكن تكون رجعت نعيمه. واذا ما رجعت مشكله. مايا معها حق، بعتقد قدامنا ايام عصيبه. عصيبه. طيب طيب ماما، هلا بلبس وبيجي فورا. لا ما رح اروح هالشغل، هلا بخلي نجيب ياخذ لي اجازه. ايه حبيبتي، يلا الله معك. ومشان شو الاجازه؟ بدي روح لعند اهلي. روحي بعد الدوام، لشو التسيو؟ ايه شو انت مديري بالشغل لحتى عم تحاسبني على الدوام؟ ما بكفي عم تحاسبني هون بالبيت؟ على الدوام؟ على الدوام وعلى كل شيء. عيني اذا كثير متضايقه خذي اجازه، خلصيني. ايه رح اخذ. قصدي من الشغل. وانا كمان هيك قصدي. لك بس بدي افهمه، مشان شو الإجازة؟ نجيب فاتن ومالك حياتهم الزوجية بخطر. عن جد؟ وليش كل هالقد فرحت؟ لا ما يعني أنا قصدي إنه يعني ليش حياة فاتن ومالك بخطر؟ يعني شو السبب؟ بسبب نعيمة. مالك حب نعيمة؟ نعيمة بدها تخرب بيتنا، تصور ما صار لها يوم غايبة وقلب الدنيا عليها.
طولي بالك يا حبيبتي، ابو مازن معذور، نعيمه بتعز عليه كثير اكثر مني. يعني نعيمه مثل امه، بس انت مرته حبيبته. انا ولا شيء ولا شيء، انا تعيسه شرت الكهله تبعي. انا مالي محظوظه، مالي محظوظه بنوب. يا الله زيد ميل الحمرة البني تبعي. مازن الله يرضى عليك، بس تروح على البيت تطمن على ابوك وجيب لي ميل الحمرة البني بغرفتي بالدرج الثاني على اليسار. خلاص اوكي اوكي ماما، رح اتاخر على موعدي. يلا باي باي باي. ما بعرف مازن، مع السلامه. صحيح تذكرت لازم علق التيارات والفساتين قبل ما يتجعلكوا. ما يا حبيبتي ماما علقيهم انت، انا مالي قدراني، انا تعيسه. اوكي اوكي ماما، بس كثير مكتره تياب، شو كم يوم بدك تعدي؟ تقعد قد ما بدها بين اهلها وحبايبها. فوتي شناتي لعندي على الاوضه. بس هيك تقبريني انت عم تفاولي على حالك، بيتك اولى فيكي، ولادك وجوزك بحاجه لتكوني جنبهم، ما هيك مايا؟ ايه طبعا طبعا. ايه بابا، ممكن نعرف سبب اختفاء نعيمة؟ ما بعرف بابا. يعني صار بيناتكم سوء تفاهم، اختلفتوا على شيء؟ هو بابا صار بيناتنا شغلة، بس ما بعرف إذا كانت هي السبب. شو هي؟ يعني صار بيناتنا خلاف، بس بسيط يعني. على شو؟ على 100,000 ليرة. شو؟ معقول؟ شبكن رح تاكلوني؟ نعيمة مديونة إلي ب 100,000 ليرة. وليش لحتى تدينيها هيك مبلغ؟ بابا هن مو دين دين. لك عن شو؟ هن بدل المكالمات اللي حكيتهم على لندن، ومشان هذا البرنامج تبع المسابقات، والخسائر اللي سببتهم بسبب البرنامج. خسائر؟ يعني مثل اتلاف بعض الاواني المطبخيه وحرق التيور تبعي. وانت طلبتيها بالمبلغ؟ بابا انا ما اصريت، هي اللي اصرت، بس انا ما رضيت اخذهم. ومالك دري بهالموضوع؟ ما بعرف. على الاقل عرفنا سبب الاختفاء، بس يا ترى وين بدها تكون راحت؟ يعني معقول تكون راحت على المزرعه؟ ماما مالك غبر لهنيك وقال ما حدا شافها. معقول تكون سافرت؟ لوين بدها تسافر؟ ما لها حدا غيرنا. يا بابا يا بابا، معقول كمان انت تحاسبيها بعد كل هالعمر؟ احيانا بحسها اخذه وش زياده عن اللزوم، فبيجي على بالي ربيها. طول بالك يا ابو مازن، يعني لوين بدها تروح؟ بجوز تكون حبة غير جو. بس يا اخي قل تفضل تفضل. ما بدي افهم شو المانع انه تقلي باخذها وين ما بدها، اما هيك تترك البيت وتمشي فجاه؟ معقول الحكي هذا؟ خلص يا سيدي طول بالك، الك علي اني احط كل جهدي واستخدم كل وزني لحد ما الاقيها وارجع لك اياها. اوف الو. أهلين نادية. هي نعم، دريت يا ستي. ليك أبو مازن هون عندي. بدك تحكي معه؟ طيب، شرف. نادية عم تدور عليك. في أخبار عن نعيمة؟ مش بعرف بيسأل. هات. ألو، نادية، إلين. شو؟ ضبط الأغراض وجيت لعندكم. طيب ليش بقى؟ ما خلصت المهلة. بدك تحكي معي؟ عن شو؟ لا، إذا عن نعيمة بقبل. طيب، عندكم بالبيت؟ طيب، شو عليه؟ بس شوفي إيناد، اسمعي، بس ما بدي أي حكي أو تأثيرات عاطفية بالنسبة لفاتن، عرفتي؟ فهمتي علي شلون؟ يلا جايين؟ أوكي. باي. عديل الله يخليك، امشي معي ما بدي اروح لحالي. لوين؟ على بيت حماك المكتب. يلا شرف شرف تفضل. يلا سعد يلا، ايه رح تنحل مشكلة اختك ورح نسمع تدخلنا. شبك؟ طول بالك علي شوي. ولا كأنه همك اللي صاير مع اختك. ها؟ ما انا مشان هيك عم اتمحص بالجريدة. جريدة؟ شو دخل جريدة؟
قلت لحالي بركي بركي لا سمح الله في خبر هيك ولا هيك. شو طلع معي؟ لحد هلا اثنين ركاب من كينيا رايحين على بلدهم بالطياره، قاموا نسيوا نزلوا ضلوا نايمين، ردوا رجعوا بنفس الطياره على القاهره. والله فكره، يعني ممكن نعيمه تكون رايحه شي مشوار قامت نامت على الطريق ونسيت ترجع. وشو في خبر ثاني بلفت نظر؟ ولي سماح الخبر، مشاجره عائليه تنتهي بجريمه قتل. جريمه قتل؟ يعني معقوله تكون اختك فاتن قتلت نعيمه؟ بعيد الشر، ليش ما يكون مالك هو اللي قتلها؟ فكرتك خايفة على نعيمة؟ طبعاً خايفة على نعيمة، بس أنت مباشرةً اتهمت أختي. أنا عم حط احتمالات يا شادو. يعني معقولة تكون نعيمة مقتولة؟ هذا أكيد أبو مازن. ما بتشوفه، ما بتشوفه. برافو عليك يا فاتن، كرامتك فوق كل شيء. حلوة ريحة الفستان، هي مالك جاب لي إياها. تفضل ماشي. تفضل تفضل مالك. اهلا وسهلا ابو مازن. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. السلام عليكم. اهلين مالك. سهلا. اهلين صغري. اهلين. كيفك فتون؟ الحمد لله. مرحبا يا جماعه. اهلين صغري عادل. تعال اقعد اقعد مشان نشرب قهوه. ما بنقول لا. شو حماتي؟ صار لي ساعه قاعد هون وما حدا قال لي شو بتشرب. ما تاخذني نجيب. والله ما كنت حاسة بالدنيا، بس بصراحة بشوفة عادة تروحنت. لك الله يخلي لي اياك يا مرت عمي. تسلم. أهلين عادة، تفضل تفضل. أهلين عم، كيف صحتك؟ أهلا وسهلا. مرحبا عادل. والله بعتقد كلياتنا بنشرب قهوة، ما هيك؟ لا ما عاد أنا ما بدي أشرب قهوة، أنا جاي بهدف واحد بس، بدي أشوف نادية. إيه نادية، شو كنتي بدك تحكي لي عن نعيمة؟ لا أنا كنت بس بدي أسألك كم سؤال عن طبيعة لنعيمة باعتبار إنه هي مربيتك يعني مثل أمك. وعز كمان. شوفي العالم كله بكفة ونعيمة بكفة. نعيمة على سلامتها طبعاً، بس يعني هي من شو كانت تتضايق أكثر شيء؟ من الفوضى. نعيمة بتحب كل شيء يكون منظم، وأنا والحمد لله الله بعت لي عيلة ما شاء الله كل مين إيده إله. معناها راح تعمل استجمام. والله انا هيك عم بقول له لمالك. يا سيدي مو هيك الهيئه. لانه نعيمه ما بتخطي ولا خطوه وحده لحالها. بعدين ما في شيء خليها تترك البيت الا شغله كبيره كثير. اخ بس لو اعرف شو هالشغله هي. مو شرط. لا شرط مبلا. لانه مبارح كانت عم تحكي حكي غريب كثير. ما هيك مايا؟ صح صح مزبوط. شو كانت عم تقول؟ طمنونا. مرحبا يا جماعة. أهلين. وعد تكون تصلحت الأمور بغيابنا. ها أهلين شادو. قصدي إن شاء الله تكون تصلحت يعني. لا مرحوم. المهم نرجع الموضوع. إيه مايا، امبارح شو كانت عم تقولي نعيمة؟ قالت لي جلزت البقدونس دبلت وما عادت خرجت تبولة، وقالت لمازن لا تنسوا ترجعوا الكلب على بيته مشان ما ينزل عليه المطر. وطبعا نحن لا كنا بدنا نعمل تبولة ولا عندنا كلب مثل ما بتعرفوا. إيه واضحة نعيمة بلشت تضيع. لا ما حلوة منك هي يا مرت عمي. أبو مازن. ها؟ أبو مازن أهلك بزماناتهم كانوا مربيين كلب شي؟ كلب؟ إيه طبعاً في عنا كان كلب حراسي هيك هالقد وهيك كبير حلو كنت حبه كتير أنا اسمه محظوظ. أنا كنت صحاب أنا وياه كتير ولما مات يمكن بقيت أسبوعين وأنا عم ببكي. في احتمال عمول احتمالها إنه نعيمة تكون مصابة بمرض اسمه رونالد ريغان. نعم؟ شو؟ أول مرة بسمع بهيك مرض. أنا سمعان فيه بس مو كمرض، كاسم لرئيس أمريكي هذا اللي كان ممثل بزمانه. يا جماعة نادي عم تحكي عن مرض اسمه زهايمر. شو؟ 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 إيه هذا هو. شو كنت عم بحكي من الصباح؟ لا معلش يا مرت عمو، بس يعني المصطلح الطبي شيء والمصطلح العامي شيء. يعني لما بيكون واحد مصاب بمرض على مستوى رؤساء الدول يعني الموضوع بيختلف شوي. يعني هذا الزمهرير هو نفسه التضييع؟ لا هو مو التضييع، هو رونالد ريغان. لك يا جماعة ليش ما بتبسطوا الأمور؟ قولوها بشكل واضح وصريح. نعيمة عندها نقص تروية بالدماغ. شو يعني تروية بالدماغ؟ يعني مثل ما أنا قلت. يا جماعة يعني فقدان ذاكرة جزئي. يعني نعيمة نسيتنا؟ معقولة؟ هلا نعيمة قديش صار عمرها؟
يا سيدي نعيمة مخها كمبيوتر. مظبوط يا عادل مظبوط. نعيمة مخها كمبيوتر حقيقي. برافو نعيمة، لك عم تتعلمي بسرعة. يعني قديش بدي لحتى أعرف كل شيء عن الكمبيوتر؟ عن مبادئ الكمبيوتر بدك شيء 10 دروس. كثير هيك؟ أنا حابة أتعلم بسرعة أكبر. أكبر من هيك؟ إيه، لأنه نحن، قصدي أنا وأنت، حظنا كبير إنه عرفنا قيمة الكمبيوتر. لأنه هذا العصر ما بيتحمل ناس جاهلين وأميين مثل بقية العيلة. إيه بس ما في حدا بعائلتنا أمي. بهذا الوقت أي حدا ما بيعرف الكمبيوتر بيكون أمي. مزبوط. طيب هلا شو ناوية تعملي؟ بدي كمل الدرس. مو هيك قصدي. لكان شو؟ بعد الدرس شو ناوية تعملي؟ بدك ترجعي لبيت خالتي فاتي؟ لا لا أبدا، أنا قررت إني أبدأ حياة جديدة. ممكن تقول إنه فات الأوان أو صرت عجوز. صحيح، الحق معك. بس أنا كبست العداد وبدأت سباقي مع الزمن. يلي مثلنا يا رامي، يعني أنا وأنت، ما لازم يكون عندهم وقت ينظروا فيه للخلف. صحيح كلامي؟ صحيح. لذلك ما لازم يعرفوا إنك شفتني أو بتعرف عني شيء. أوكي؟ أوكي. ما بيانت. طيب مازن اسمع، خليك بالبيت، لا تحرك، خليك بالبيت. ايه طيب شو ما بينت؟ ما بينت. شو بكي؟ يعني معقول يكون مازن محبوس الحبسة؟ ليش نحن مو محبوسين؟ ليكي ما حدا عم يسترجي يتحرك من محله. بلا، بس مازن لحاله وهون العيلة كلها مجتمعة. شو رأيك نروح لعنده لحتى يتسلى؟ لا تخافي عليه، عنده مليون شغلة بيتسلى فيها، نحن اللي مكتوم على نفسنا. أنا مصاريني طقطقت من الجوع، ما بدنا عشونا؟ لك هلأ مو وقتها. لك ما بكفي ما غدونا؟ اصبر لك شوي. شو الشغلة إضراب عن الطعام يعني؟ يسلم وشادة. أهلين حبيبي. يسلم ويا شادية. إيديك. يعطيك العافية. شو؟ مطولين على الحالة؟ أنا ما بقدر أترك أختي، إذا تعبان خذ سوسو وروحوا على البيت. سوسو تفضلي فنطوني. يظهر يا صهري صار لازم تبلش بالمعاملة. يا شو هالقديم؟ معاملة شو؟ معاملة طلاقي. إيه لا طولي بالك، ما رح نصل لهون. يسلموا إيديك. يسلموا ماما. إيديك. وين هيك؟ الله يجمعني بنعيمة لحتى مالك يرجع فاتن. لا، لحتى حط ايدي بخوانيقة مشان ما تتضايق مني لما بيطلع خلي من مالك. لا مالك على سلامته، بس السبب هي نعيمة. مايا. نعم. ذكريني مرة تانية شو قالت نعيمة مبارح؟ قالت لي إلي جرزة البقدونس دبلت وما عادت خرج الطبولة. وقالت لمازين لا تنسوا ترجعوا الكلب على بيته مشان ما تنزل عليه المطرة. طب شو معناته هذا الكلام؟ والله يا صهري أنا خايفة يكون لي خطر ببالي مزبوط. وشو خطر على بالك؟ نعيمة ما رح ترجع أبداً. يعني ماتت؟ بعيد الشر. يا جماعة نعيمة بخير وأحسن منا كلياتنا، وهي لما تركت البيت هذا الشيء كان بقرار وعن سابق إصرار وتصميم. شو نادية شايفك عم تستخدمي مصطلحاتي القانونية؟ صح، مصطلحات يا جماعة. نعيمة كانت عم تحكي بالمصطلحات والرموز. يعني هلأ نعيمة صارت تفهم بالرموز والمصطلحات؟ ايه تيتي، الفترة اللي كانت عم تحل فيها المسابقات قرت لها شي 100 كتاب. نعيمة فعلا يا جماعة بالفترة الأخيرة نعيمة كانت عم تتصل فيه وكانت عم تسألني عن معلومات ما هي سهلة أبدا. وأنا كمان كانت عم تسأل الكل. لا مو الكل. لا يا نعيمة، بعد ما صرتي مثقفة تركتينا؟ شو هاي الرموز؟ أنا بعد تفكير وتمحيص لقطة نعيمة لما حكت عن التبولة أبداً ما كان قصدها التبولة بحد ذاتها. لكان شو كان قصدها؟ الفتوش. على سيرة الفتوش، ومن شدة زعلنا على نعيمة ما عاد إجانا نفس على الأكل. ولكان شو كان تقصد بالتبولة؟ الحياة الاجتماعية، الاختلاط يعني، لأنه التبولة هي مجموعة خليط من عدة أنواع من الخضرة. ونعيمة هي جرزة البقدونس. بالضبط،
نعيمة هي جرزة البقدونس الدبلانة يلي ما عادت صالحة للحياة المشتركة، مشان هيك هي تركت البيت وطلعت. برافو عليك يا نادو، بهنيك على التحليل. ومعك حق يا عمي، بس نعيمة كان لازم تفكر انه نحنا كان ممكن نحطها بعيوننا. مو بس هيك، كنا جبنا لها وحدة تخدمها وما خليناها تمد ايدها على شي. يا حرام يا نعيمة. طيب هي الأولانية فهمناها، والتانية شو؟ نعيمة لما قررت الرحيل كان في شغلة واحدة بس هي اللي شغلة بالها. شو هي؟ كانت قلقانة عليك. علي أنا؟ وكانت عم توصيهم فيك. آخ يا نعيمة، ليش رحتي وتركتيني؟ هلأ رجعوا الكلب على بيته، هيك تحليلها عندك؟ هي سهري ما لها أي معنى آخر. يعني برأيك أنه نعيمة كانت تقصدني؟ اصطلاحاً سهري، اصطلاحاً. هي هي بالعكس عديل، ما لازم تزعل أبداً، لأنه الكلب من أخلص الحيوانات. الحيوانات؟ الناطقة عديل، الناطقة. أبو مازن انساها، زبلة. وحدة مثل هي ما بتستاهل غير الإهمال. يا عبشوم، بعد هالعمر وبعد كل هالدلال والإكرام تعتبرك واحد كذب؟ يا حيف على الخبز والملح. يا جماعة هذا حكي ما له أساس ولا مستند. نعيمة من هالأسرة ولازم ترجع. مزبوط معك حق عديل، بس وين راحت؟ غريب، مع أني اليوم قريت كل الجرايد لعل وعسى، بس ما لقيت شي يدل على مكانها. شو بدك يعني؟ يعلنوا اسمها بالأخبار ولا بالجرايد؟ جرايد. برافو عليك شادو، هي أول مرة بتحكي كلمة إلها طعمة. ما في غير الجرايد، أنا رح أبعث لها رسالة عن طريق الجرايد. فكرة معقولة جدا، فكرة معقولة جدا. أحلى مرهوم. هلأ إجا دورك. دوري أنا؟ هلأ بدك تكتب لي رسالة مدبجة كلها حنان وفيها شعر كمان. أنا لها يا عديل. طبعاً ورا وأنا ورا. بس عفواً عديل، أنا ما بيجيني الإلهام إلا إذا كانت معدتي مليانة. طبعاً أحلى أكل إلك. بتتذكر وقت هديك مرة وقت الدعاية؟ إيه وقت حجزت لي بالفندق. مزبوط. خلصنا مرهوم. خلص وقته. هذا أبو مازن ولو بعدين هاي رسالة لأهداف إنسانية غير الدعاية. طيب يلا حبيبي يلا. مربية فاضلة خرجت في يوم ربيعي ساحر، سرقتها الحياة من أعز الناس، خرجت ولم تعد. عودي يا منية النفس، عودي إلى أهلك، فهم عطشة لحنانك، وحياتهم لم يعد لها معنى بدونك. عودي يا نعيمة كي ننعم بالحياة معك. هذا برهوم ما بده يطور اسلوبه بقى. شو هالركاكة هي؟ شو هالانسفاح؟ تفضل. شكرا حبيبي. شكرا. تقبرني يا مالك. أكيد فاتن ما عم تحضر لك الزبدة والعسل. ألو، بونجور،
رامي هون؟ مين بيريده؟ زميلته بمعهد الكمبيوتر؟ ايه على عيني لحظة. يا رامي؟ 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 خير ماما شوفي؟ في وحدة بدها اياك. وحدة؟ شو اسمها؟ ما رضيت تحكي. قال زميلتك بمعهد الكمبيوتر. الو؟ اهلين؟ اهلين اهلين. شو اسم الكافيتيريا؟ اوكي اوكي. هلا بغير بيجامتي وبيجي. باي. تعال هون. مينو هاي؟ هاي زميلتي بال بال بالكافتيريا. ايه لا بالمعهد. والله طالع منه هالرامي. بونجور. بونجور. كيفك نعم؟ اهلين حبيبي. اقرالي هالخبر. شو رايك فيه؟ من اي ناحية؟ ما لفت نظرك شيء؟ مثل ايش؟ ولو بسلامة فهمك. هذا نداء من مالك بيك الجرباء. لمين؟ إلي أنا. إيه صح مزبوط. عم يقول عودي يا نعيمة، يعني أنتِ. وشو بدك تعودي؟ هيك عم فكر. إيه يلا. لو بدي أرجع لحالي ما كنت بعت وراك. كيف يعني؟ أنت بدك تروح تفسد علي. بس أنا ماني فساد. بعرف، بس بدك تتظاهر إنك شفقت عليهم وما قدرت تخبي الحقيقة. ليش؟ لحتى هن يرقدوا ويرجعوني. وليش بدهم يرجعوكي؟ نعيمة. 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 أنا آسف يا نعيمة، ما قدرت إلا أخبرهم. ليش قلت لهم يا رامي؟ هيك بتعاملي فينا يا نعيمة؟ بنهون عليك يا نعيمة. ما نيمت فينا الليل، شغلتي النبالنا يا نعيمة. أنا كنت عرفانة إنك بخير. عودي، عودي يا نعيمة. شو تمام؟ أنا قلت لك ورد أبيض مو أحمر. لك نسيت اللون. يلا، بلش المفاوضات. يا جماعة، نعيمة قررت ترجع بس عندها كذا شرط. ها طيب يا نعيمة، اطلبي وتمني. أول شرط، كل العيلة لازم تخضع لدورة كمبيوتر. لا حاضر. ثاني شرط، اقتناء جهاز كمبيوتر بالبيت. حاضر. وأنا كمان بدي واحد. اطلب. وجهاز كمبيوتر إضافي للسيد رامي، يعني إلي. الله يصطفل فيك يا نعيمة. كله على حساب أبو مازن. حاضر. وشو كمان؟ خلص، هدول هن الشروط. يعني وافقتي إنه ترجعي؟ وافقت. شو كان قصدك بجرزة البقدونس؟ أنا؟ ها؟ شفتوا؟ برافو عليك. برافو عليك. طيب ليكي نعومة، شو كان قصدك بال بس 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 خلص خلص وافقت ترجع. شو بدك من حكي؟ المهم إنه رجعت. أنا كنت قاصدتك إلك يا مالك، لأنك فعلاً من أخلص. نعيمة. خليكي خليكي اسكتي.